رسالة صادقة تعبر عن مشاعر الشعب المغربي تجاه أبناء فلسطين، تجاه قضية فلسطين العادلة، وترفض سياسة الاحتلال، وترفض سياسة الاحتلال الإسرائيلي وسلوكياته وممارساته ضد أبناء شعبنا، وتقول كفى، كفى لهذا الاحتلال. هذه هي الرسالة التضامنية التي يعبر عنها جماهير المغرب والجالية الفلسطينية في هذا البلد، والاتحاد العام لطلبة فلسطين وسفارة دولة فلسطين في المغرب الحبيب. الدول العربية دول شقيقة، دول معبرة، دول تقف معنا في نفس الخندق، عليها أن تبذل الجهود حتى يتحرر الشعب الفلسطيني وأن يعيش أسوة كما تعيش شعوب العالم. والله شفتك يا عالمي بين الضحايا كل أممي، أبيض أبيض لون الشمس. والله شفتك يا عالمي. باسمي وباسم الطلبة الفلسطينيين، باسم الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع المغرب، أقول لأسرانا البواسل نحن معكم، قلوبنا معكم، معركتكم هي معركتنا، معركة حريتكم معركته هي معركة الحرية والكرامة. نقول لكم قلوبنا معكم وأعيننا إليكم، ونتمنى من الله، نتمنى من الله ومن أمتنا العربية كاملة الوقوف بليلة جانبكم، ونتمنى من الله أن يفك قيدكم، قيد أسركم على أقرب وقت إن شاء الله. احنا هنا نعبر عن موقفنا الرافض لكل غطرسة صهيونية اللي جعلت من رفاق الشعب الفلسطيني الأبي أسيرا ومستعبدا من طرفهم. لذلك نحن هنا إلى جانب مجموعة كل الأحرار في العالم وكل شرفاء هذا العالم، من أجل أنه نناصر ونتضامن مع أكثر من 2000 أسير الذين يقبعون في سجون المحتل الصهيوني. إذا ضموا صوت كل الأحرار في العالم، ونطالب المنتظم الدولي أنه يأخذ موقفا الى للانتصار لهذه القضيه، لان هذه القضيه لن نعترف بها نحن في المغرب ام القضايا، باعتبار انها قضيه العرب الاولى.